تاريخهم ومرضهم ووحشيتهم ورغم نادتي. وبس هو بالنسبة لي في الآخر إيه؟ إنسان مريض لازم أحبه. مع إن ده واحد يقول لي جاي معاه واحد ظابط بوليس قال ده لسه قاتل واحد وهو واخد طلقة في رجله عمله إنجل في السايد في نار. تبقى حاسس انت بعديك وفي سكر بالنسبة لي عساكر جات ولازم تتعالجوا برضه ما تفرقش معايا ايه اللي ضرب فيه. أنا هنا في الحياة يعني لكن كانت المظاهرة دي أصلها في حد ذاتها تبقى مرحلة عفوية بأمانة له نفس ضعيفة حد يستغل حاجة. طب قالت لك الصور طب قالت لك الصور اللي هي طب قالت لك الصور اللي هي ما ينفعش هذا يا جماعة لا يا فكرة صور الظاهرات كلها